صباح الخير طلبة الفرقة الثانية، وأهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الباثولوجي في الرينال موديول. معاكم دكتورة سارة نبيل، هكمل معاكم إن شاء الله اللي بدأناه المرة اللي فاتت، الجلوميرولار ديزيز. هناخد النهاردة الأكيوت جلوميرونيفرايتس. يعني إيه أكيوت جلوميرونيفرايتس؟ هو glomerular disease characterized by inflammatory changes in the glomeruli manifested clinically as nephritic syndrome. احنا المحاضرة اللي فاتت خدنا النيفريتك سيندروم والنيفروتك سيندروم وقارنا بينهم، وخدنا الديزيزز اللي بتعمل لي النيفروتك سيندروم. النهاردة هناخد الديزيزز اللي بتعمل لي النيفريتك سيندروم، وهناخد الميكانيزم بتاع النيفريتك سيندروم بالتفصيل. الأكيوت جلوميرونيفرايتس هو جلوميرولار ديزيز كاركترايزد باي انفلاماتوري تشينج في الجلوميرولاي. احنا قلنا قبل كده ان النيفريتك سندروم بيبقى فيه انفلاميشن، لكن النيفروتك ما بيبقاش فيه انفلاميشن. فاحنا النهارده هنتكلم على الجلوميرونيفرايتس، الأكيوت جلوميرونيفرايتس اللي فيه انفلاميشن، اللي هو manifested clinically as nephritic syndrome. الميكانيزم بتاع النيفريتك سندروم او الباثوجينيسيس بتاعه ما يختلفش عن الباثوجينيسيس في الشكل العام بتاع النيفروتك سندروم اللي هو immunological و non immunological. طيب بس هنا الانجري قلنا المره اللي فاتت برضو ان الانجري بيحصل mainly في الاندوثيليال سيلز، بيحصل الانفلاماتوري alteration دي فين؟ في الاندوثيليال سيلز. علشان كده بنلاقي المانيفستيشن مختلفة هناك في النفروتك الانجري مينلي في البودوسايت، عشان كده بنلاقي ان كل النفروتك سندروم بيبقى فيها بروتينوريا علشان البودوسايت انجري. هنا في النفريتك سندروم المين انجري فين؟ في الاندوثيليال سيلز. طيب نشوف بالتفصيل بقى الميكانيزم بتاع النيفريتك سندروم زي ما شفنا الميكانيزم بتاع النيفروتك سندروم. الميكانيزم بتاع النيفريتك سندروم بدايته اللي هو damage of glomerular capillary endothelial cells. لما حصل injury للendothelial cells ايه اللي حصل؟ حصل حاجتين، البرمابيليتي بتاع البيزمنت ممبرين حصل لها increase، بقى في focal increase in capillary permeability، فعشان كده بقى يحصل اسكيب بالذات للريد بلود سيلز فبتعمل لي هيماتوريا، وممكن يحصل اسكيب لشويه بروتين فبتعمل لي بروتينوريا، بس طبعا مش زي النيفروتك سندروم. بيبقى احنا قلنا في النيفريتك سندروم بيبقى فيها مايلد تو مودريت بروتينوريا، بيبقى فيه هيماتوريا. لما نزل البلود سيلز والبروتين في التبيولز بتعمل لي حاجه اسمها كاستس. ايه الكاستس دي؟ البروتين لما بينزل يحصل له ابستراكشن في التبيولز، بنبص على التبيولز نلاقيه فيها البروتين ده بسميه كاست. برضو نفس الكلام الار بي سيز لما تنزل في التبيولز يحصل لها ابستراكشن في التبيولز، اجي اقطع وابص على التبيولز الاقي فيها ار بي سيز كاستس، بلاقي في حاجه اسمها جرانولار كاست. ايه الجرانولار كاست دي؟ السيلز لما بتتقطع وبرضو يحصل لها obstruction في التبيولز بشوفها granular cost. الابيثيليال cost نفس الكلام. طيب يبقى علشان بيحصل focal increase للcapillary permeability، اول حاجة بيحصل هيماتوريا، دي اهم حاجة، بيحصل بروتينوريا بس مش زي بتاعة النيفروتك بتبقى mild to moderate، بيحصل costs، بيحصل fluid retention، وبيحصل إديمة بس برضو ما بتبقاش زي الإديمة بتاع النفروتك، ما بتبقاش generalized إديمة، بتبقى غالبا بري أوربيتال حوالين العين، وبيحصل كمان الأوليجوريا اللي قلنا عليها. دي أول حاجة نتيجة للإندوثيليال سيل إنجري. طيب نتيجة برضو للإندوثيليال سيل إنجري بيحصل إيه؟ بيحصل إن بيحصل obstruction للكابيلاري ليومن، لان بقى في endothelial cell injury فممكن يحصل thrombosis، فبيحصل partial glomerular capillary obstruction، بيحصل intravascular thrombosis فبيحصل لها obstruction capillary lumen. فايه اللي بيحصل؟ هيحصل ان blood flow هيقل،
وبالتالي هيقل الجلوميرولار فلتريشن ريت، يبقى decrease blood flow هيؤدي الى decrease الجلوميرولار فلتريشن ريت، وده بيخلي فيه increase للبلاد يوريا اللي هو قلناها ازوتيميا او يوريميا، كلمة يوريميا او ازوتيميا increase للبلاد يوريا لان الكدني ما بتقدرش تتخلص منها، وبيحصل كمان hypertension. هنبتدي بقى ناخد الديزيزز اللي بتعمل لي نيفريتك سندروم زي ما خدنا الديزيزز اللي بتعمل لي نيفروتك سندروم. هنبتدي باول ديزيز معايا في النيفريتك سندروم هيكون الاكيوت ديفيوز بروليفيريتيف جلوميرولونيفرايتس. زي ما اتفقنا النيفريتك سندروم بيبقى فيه انفلاميشن وبروليفيريشن. اول حاجه عندنا حاجه اسمها اكيوت ديفيوز بروليفيريتيف جلوميرولونيفرايتس. الديفينيشن بتاعه هو acute inflammatory process involving all glomeruli of both kidneys عشان كده سميته diffuse. بقيت الديفينيشن بتاع acute diffuse proliferative glomerulonephritis هو acute inflammatory process involving all glomeruli of both kidneys. ايه الانسيدنس بتاعه؟ بيجي في كل الاعمار بس اكتر بيجي في الchildren من 3 to 7 years، والميل للفيميل 2-1 يعني الميل بيبقى تقريبا ضعف الفيميل. الاتيولوجي بتاع الاكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس بيبقى فيه بكتيريال فيرال بارازيتك اذر انفكشوس اورجانيزم، هي غالبا بتبقى بوست انفكشوس. اهم حاجه واكتر حاجه وموست الكيسز بتبقى بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، بكتيريال بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. في حاجات تانية ممكن تعمل زي البكتيريال اندوكاردايتس، زي النيمونيا، زي المينينجايتس، ممكن فيرال زي الهيباتايتس بي وسي والابشتاين بار فيروس، ممكن بارازيتك زي الملاريا والهرزياسيس، وفي اذر انفكشوس ديزيز زي الريكيتسيا والفانجاي. بس اهم واحد عندي هو الستريبتوكوكاي اللي هو بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. وعشان كده بقسم الأكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس لبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ونون بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، لأن البوست ستريبتوكوكال دي معظم الكيسز، فهي بتبقى بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ده بتبقى 2 to 4 weeks following infection of group A beta hemolytic streptococci. يبقى انا قسمتها لاهميه البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، او لانه معظم الاكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس هو بوست ستريبتوكوكال، فانا قسمت الاكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس لبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ونون بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس بيحصل من اسبوعين لاربعه بعد الانفكشن باي جروب A بيتا هيموليتك ستريبتوكوكال. طيب الميكانيزم بتاعتها، الميكانيزم بتاعتها immunological mediated disease برضو immune complex. الانتيجين بتاعي مين؟ الستريبتوكوكاي. والانتيبوديز بتاعتي مين؟ IgG IgM C3. طيب الاميون كومبلكس ده بيحصل له ديبوزيشن فين؟ في الجلوميرولاي، بيحصل له ديبوزيشن في الاندوثيليال، يعني بيبقى سب اندوثيل. كلينيكالي بيجيلي البيشنت بايه؟ بيجيلي بنيفريتك سيندروم. يبقى تاني الباثوجينيسيس هو عباره عن immunological mediated disease immune complex، الانتيجين بتاعي هو الستريبتوكوكاي، الانتي بوديز هو IgG او IgM او C3، الديبوزيشن بيحصل فين؟ بيحصل في الاندوثيليال سيلز، وبيجيلي بنيفريتك سيندروم. اللاب بتاعي او الانفستيجيشن بتاعتي بشوف ايه؟ بشوف مودريت بروتينوريا لان ده نيفريتك، بلاقي حاجه اسمها سموكي يورين. يعني ايه سموكي يورين؟ يورين بيبقى لونه غامق. هو ليه سموكي يورين؟ عشان فيه هيماتوريا، في بلاد في اليورين، فبيديني منظر السموكي يورين او بسميه كوكاكولا، كوكاكولا يورين، بيبقى لونه لون الكوكاكولا كده. انكريز بلاد يوريا وكرياتينين، دول الميتابولايت المفروض الكدني بتتخلص منهم، ما بتقدرش تتخلص منهم، فبيحصل لهم ريتينشن في البلاد تاني فبيزيدوا. انكريز بلاد يوريا وكرياتينين. هلاقي الرينال فانكشن والجلوميرولار فلتريشن ريت بيقلوا،
وكمان لو عملت الستريبتولايسين او تتر هلاقيه انكريز او بوزيتيف، ده لانه هو بوست ستريبتوكوكال، فبالتالي الستريبتولايسين او تتر بلاقيه انكريز. المورفولوجي بقى بتاعي شكله عامل ازاي؟ جروسلي بلاقي ان البوست كيدنيز انلارجت وبقت بيل وبقت سموث سيرفس، هي كبرت. كبرت ليه؟ لان هي بيحصل فيها بروليفريشنز للسيلز، بيحصل هايبرسيلاريتي، فهي بتكبر في الحجم. بما انها كبرت في الحجم الكبسول بتاعها بيبقى تنس وبيبقى ايزلي استريبت. لو خدت كات سيكشن فيها بلاقي بيل كورتكس وبلاقي كونجستد جلوميرولاي، لانها بتبقى الجلوميرولاي كونجستد ليه؟ لانها بتبقى مليانه بلط. وبيقل الديفرنشيشن بتوين الكورتكس والمظله، طبيعي ان انا بلاقي الديفرنشيشن بتوين الكورتكس والمظله جروسلي، بعرف احدد الكورتكس من المظله كويس. لا هنا بقى الدنيا ابتدى يحصل بيل كورتكس وكونجستد جلوميرولاي، فبيحصل ديكريز ديفرنشيشن بتوين الكورتكس والمظله، ده جروسلي بعناية لسه ما شفتش تحت الميكروسكوب. مايكروسكوبيك اكزامينيشن بقى هشوف ايه؟ باللايت مايكروسكوب هنا الجلوميرولاي هلاقي فيها ديفيوز يونيفورم هايبرسيلولاريتي، هلاقي كل الجلوميرولاي تقريبا فيها هايبرسيلولاريتي، وهنا الايكواليتي از ذا كلو، يعني انا لما بشوف ان هي ديفيوز فكل الجلوميرولاي كده فيها هايبرسيلولاريتي بفكر على طول انها اكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس. الهايبرسيلولاريتي دي بتبقى لايه؟ بتبقى للاندوثيليال سيلز، بيبقى فيه بروليفريشن للاندوثيليال سيلز، فيه بروليفريشن للميسانجيال سيلز، وفي انفلاماتوري سيلز. الجلوميرول بيزمنت ممبرين ما بيبقاش سكند، لو تلاحظوا عكس تماما النيفروتيك سيندروم او مثلا زي الممبرنس، كان في الجلوميرول بيزمنت ممبرين سكند لكن ما كانش فيه الهايبرسيلولاريتي وما كانش فيه البروليفريشن ده، عشان احنا هنا في نيفريتيك سيندروم. التبيولز الكونفوليوتد تبيولز بلاقي فيها كلاودي سويلنج، ليه فيها كلاودي سويلنج؟ علشان حصل انفلاميشن يعني سيل انجري فبيحصل كلاودي سويلنج. ده كلاودي سويلنج لو نفتكر ده ريفرسيبل سيل انجري. الكولكتنج تبيول بشوف فيها ريد سيل كوست وجرانيولار كوست وهاي لاين كوست، وعرفنا الكوست ده جاي منين، يعني مثلا الريد سيل كوست نتيجه ان في ار بي سيز نزلت في التبيولز نتيجه للهيماتوريا وحصل لها اوبستراكشن في التبيولز دي، فاحنا لما بنيجي نقطع في التبيولز ونشوف بلاقيها ان الار بي سيز دي عامله لي كوست في التبيولز. الانترستيشيوم بشوف interstitial edema and inflammation، inflammatory cells و edema. طبعا ملاحظين ان ابتدت signs of inflammation تبان عندي، يعني ابتدى يبقى فيه inflammation، بيبقى فيه edema، بيبقى فيه hypercellularity، بعكس diseases بتاعت النيفروتيك سندروم اللي ما كانش فيها الكلام ده خالص. ادي صورة للبوست ستريبتوكوكال جلوميرونيفرايتس، زي ما احنا شايفين، شايفين هنا بقى الهايبرسيلولاريتي، اولا الجلوميرولاي انلارجت بقت كبيرة، وشايفين كمية السيلز عاملة ازاي، هنا بقى فيه هايبرسيلولاريتي، ومفيش سيكنينج للبيزمنت ممبرين ولا حاجة. لو بصيت على البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولاي في على الطرف كام واحد كده، لو بصيتوا عليه مش هلاقي فيه سيكنينج، لكن انا اللي شايفاه ان في انفلاماتوري سيل جوه الجلوميرولاي، شايفه ان في هايبر سيلولاريتي نتيجه البروفريشن اوف الميسانجيال سيلز والاندوثيليال سيلز، وكمان في انفلاماتوري انفلتري. بالنسبه بقى للاميونو فلوريسنس بشوف ايه؟ طبعا احنا اتفقنا ان هو اميونولوجيكال، يعني في اميون ديبوزيت. within first 1 to 2 weeks بيبتدي يظهر الاميون ديبوزيت بتاعي، بيبقى عباره عن سمول finely granular deposit. احنا عندنا الديبوزيت ده بيبان في الاميونوفلورسنس لا اما granular يا اما linear، هنا بيبقى granular يعني محبب، بيبقى finely granular deposit of IgG و C3 فين؟ في البيزمنت ممبرين والميسانجيا. اهو زي ما احنا شايفين هنا الاميونوفلورسنس finely granular، بصوا محبب ازاي غير بتاع الممبرنس، الممبرنس كان linear
لكن ده fine granular ومش في البيزمنت ممبرين بس. لو انتوا شايفين بيزمنت ممبرين وكمان في الميسانجيوم، هنلاقي في الميسانجيوم واخد النيومي فلورسز. بالاي ام بقى بشوف حاجه اسمها humps. يعني ايه كلمه humps؟ عارفين الصنم بتاع الجمل humps كده، بلاقيه فين الهامبس دي؟ الهامبس دي اصلا نتيجه لايه؟ نتيجه للاميون كومبلكس ديبوزيشن. بيبقى فيه سب ابيثيليوم ويبقى فيه سب اندوثيليوم وبيبقى فيه كمان ميسانجيوم. الهامبس دي نوت باثوجنومونيك. يعني ايه نوت باثوجنومونيك؟ يعني لما بشوف الهامبس دي مش لازم اشخص بوست ستريبتوكوكال جلوميرو نيفرايتس، بس لما بشوفها بشك اكتر في البوست ستريبتوكوكال جلوميرو نيفرايتس. اهو دي صوره للاي ام، دي الهامب اللي احنا متشاور عليها اهو بالسهم الاخضر ده، اهو تلاقوا كتل كده، كتل محطوطه او متنطوره على سواء سب ابيثيليال او سب اندوثيليال او حتى كمان في الميسانجيا. البروجنوزس بقى بتاع البوست ستربتوكوكال جلوميرونيفرايتس في التشيلدرن جود اوتكم، 95% من الحالات بيحصل لها كومبليت ريكفري، 1% بيروح يعمل لي حاجه اسمها كريسنت جلوميرونيفرايتس او رابيدلي بروجريسيف جلوميرونيفرايتس، ده اللي هناخده بعد كده، 1% بيحصل له كرونيك رينال ديزيز، و1% داي اوف رينال فيلر. يبقى الغالبيه العظمى ال 95% بيحصل لهم كومبليت ريكفري، 1% بروجريس تو كريسنت جلوميرونيفرايتس، 1% كرونيك رينال ديزيز، 1% داي اوف رينال فيلر. في الادلتس بقى لا، الموضوع مختلف شويه او النسبه مختلفه شويه. الادلتس والاولد ايج 60% بيحصل لهم ريكفر، و40% بيحصل لهم كريسنت جلوميرونيفرايتس، و10% بيحصل لهم كرونيك رينال ديزيز. الديسيز اللي بعد كده اللي بيجيلي بالمانيفستيشن بتاع النيفريتك سندروم ديزيز اسمه رابيدلي بروجريسيف جلوميرونيفرايتس او كريسنت جلوميرونيفرايتس. لو تفتكروا احنا اتكلمنا على الكريسنت ده بيبقى شكله عامل ازاي ويعني ايه كريسنت، وقلنا ان هو بيبقى عباره عن هلال وهو بيبقى موجود في الباومنز سبيس نتيجه لايه؟ نتيجه للبروليفريشن بتاع البرايتال سيلز بتاعت البرايتال ابيثيليال سيلز بتاعت الباومنز كبسول ونتيجه للانفلاماتوري انفلترت. طيب ايه الديفينيشن بتاعه؟ الديفينيشن بتاعه من اسمه، اولا هو ديفيوز ديزيز، ديفيوز جلوميرونيفرايتس. بروجريسيف يعني ايه كلمه بروجريسيف؟ يعني بيحصل له بروجريشن بسرعه قوي للرينال فيلير، يعني دايز تو ويكس ماكسيمم مانثس بلاقي ان في رينال فيلير على طول بيحصل، بروجريسيف ديكلاين في الرينال فانكشن فبيحصل رينال فيلير في خلال اسابيع. وكريسنتك كلمة كريسنتك علشان بيكون كريسنت اللي هو في الباومنز سبيس نتيجة للبروليفريشن بتاع البرايتال سيلز والانفلاماتوري انفلترت. ده منظره باللايت مايكروسكوب زي ما شفناه قبل كده، شايفين الباومنز سبيس بقى مقفول خالص بالسيلز اهو بقى مقفول واخد شكل كريسنت كده شكل الهلال، ما بقاش فيه باومنز سبيس. ده نتيجه لايه؟ نتيجه الانجري او الانفلاميشن العالي اللي حصل في الجلوميرولاي، فالفايبرين حصل له اسكيب وراح عمل استيميوليشن للبرايتال سيلز بتاعه الباومنز كبسول وحصل لها بروليفريشن وحصل كمان انفلاماتوري انفلتريت فقفلت الباومنز كبسول زي ما احنا شايفين وخدت شكل الهلال فبسميه كريسنت جلوميرونيفرايتس. الكوز بتاع الكريسنت جلوميرونيفرايتس بيبقى فيه برضو برايمري كوز وسكندري كوز. برايمري كوز زي هو لوحده بيبدا من الاول رابيدلي بروجريسيف جلوميرونيفرايتس او كريسنت جلوميرونيفرايتس بدايته كده من الاول، او بيجي بعد البوست ستريبتوكوكال جلوميرونيفرايتس زي ما احنا قلنا لما قلنا الفيت بتاع البوست كوكال ستريبتوكوكال جلوميرونيفرايتس قلنا ان 1% من الاطفال بيحصل لها بروجريشن لل
rapidly progressive glomerulonephritis. في ديزيز تاني اسمه الفاسكولايتس او جود باتسر سندروم اللي هناخده بعد كده، دول هم كمان ممكن يحصل لهم بروجريشن للرابيدلي بروجريسيف جلوميرونيفرايتس. يبقى البرايمري كوز بتاع الكريسنت جلوميرونيفرايتس لهم بيبقى ايديوباثيك، هو من الاول كده بيظهر لوحده ككريسنت جلوميرونيفرايتس، لا اما بيبقى بوست ستريبتوكوكال او نتيجه للفاسكولايتس او نتيجه للجود باتشر سندروم، لا اما بيبقى في سكندري كوزز زي السيستميك لوبس وزي الانفكتيف اندوكاردايتس بتؤدي للكريسنت جلوميرونيفرايتس. طيب المورفولوجي بتاعه بيبقى شكله عامل ازاي؟ هو بيبقى شبه البوست ستريبتوكوكال جلوميرونيفرايتس. طب نفتكر كده ايه البوست ستريبتوكوكال جلوميرونيفرايتس؟ قلنا الجلوميرولاي بيبقى فيها هايبر سيلولاريتي وبيبقى فيها انفلاميشن، التبيولز بيبقى فيها قاص، الانترستيشن بيبقى فيه انفلاميشن واديما، كل ده موجود عندنا في الرابيدلي بروجريسيف جلوميرونيفرايتس. زائد بقى حاجه كمان اللي هو الكريسنت، وشفنا الكريسنت شفنا عامل ازاي، شفنا البروليفريشن بتاع البرايتال سيلز والانفلاماتوري سيلز. الكريسنت ده شويه شويه بيحصل له فايبروزس، يقعد يخنق كده على الكابيلاري توفت لحد اما يبقى يحصل ويحصل له سكليروزس وفايبروزس لحد اما تبقى الجلوميرولاي كلها سكليروزد. كمان هنا بما ان الديزيز مور بروجريسيف ممكن الاقي نيكروزس، ممكن الاقي رابشر للجلوميرولاي، وممكن الاقي ثرومبوزس. طيب البروجنوزس بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ البروجنوز بتاعه بيبقى very bad، بيحصل progression لرينال فيلير من ايام لماكسيموم مانثس شهور، بيحصل progressive irreversible رينال فيلير. نيجي للديزيز اللي بعد كده، ديزيز اسمه جود باستشر سندروم. على فكره احنا جبنا اسمه قبل كده، جبناه في المحاضره اللي فاتت لو تفتكروا، كان في ايه؟ كان في الانسايتو اميون كومبلكس، لما قلنا الميكانيزم بتاع الانسايتو اميون كومبلكس وقلنا ان الانتيجين لا اما بيبقى فيكسد يا اما بيبقى بلانتد، وقلنا فيكسد زي الجلوميرول بيزمنت ممبرين، قلنا في مثال الجود باستشر سندروم. طب ايه هو جود باتشر سندروم؟ الجود باتشر سندروم ده بعرفه بانه acute fulminating disorders. يعني ايه كلمة fulminating؟ يعني مدمر. disorders characterized by pulmonary hemorrhage and acute glomerulonephritis commonly of rapidly progressive type. يعني ايه اللي بيحصل؟ ان بيحصل في antibodies بتعمل بتهاجم الانتيجين اللي هو الجلومير بيزمنت ممبرين، وكمان بتهاجم البيزمنت ممبرين بتاع اللونج. يبقى هي في عندي كومباينيشن، في جلوميرونيفرايتس وفي بالمونري ليجن بتؤدي ل بالمونري هيموريدج. يبقى ايه هو الجود باتشر سندروم او ايه الباثوجينيسيس بتاعه؟ ايه الديفينيشن بتاعه الاول؟ الديفينيشن بتاعه هو اكيوت فالمينيتنج ديزوردرز كاركترايزد باي pulmonary hemorrhage. ليه pulmonary hemorrhage؟ لان بيبقى حصل antibody للانتيجين بتاع pulmonary basement membrane هي كمان مع acute glomerulonephritis commonly of rapidly progressive type. الglomerulonephritis اللي بتحصل بتبقى نوعها rapidly progressive او crescent. الincidence بيجي في young adult والميل اكتر من الفيميل. وقلنا ان الباثوجينيسيس بتاعه انسايتو اميون كومبلكس، الانتيجين بتاعي فيكسد اللي هو الجلوميرولار بيزمنت ممبرين وكمان البالمونري بيزمنت ممبرين. يبقى الانتي بوديز بتهاجم الجلوميرولار بيزمنت ممبرين وكمان بتهاجم البالمونري بيزمنت ممبرين. اهو عندي الكوز بتاعي انتي جلوميرولار ممبرين انتي بوديز cross react with alveolar basement membrane، فبيحصل antibody للاثنين، فبيحصل pulmonary hemorrhage و acute glomerulonephritis. طيب ايه المورفولوجي عندي؟ المورفولوجي عندي سواء gross
او لايت مايكروسكوب زيه زي الكريسنت الجلوميرونيفرايتس. احنا اصلا قلنا ان الجلوميرونيفرايتس بيبقى الطايب بتاعها هنا في الجود باتشر سندروم كريسنت الجلوميرونيفرايتس. نراجع تاني هنشوف ايه، هنشوف ان الجلوميرولاي بتكبر بتبقى هايبر سيلولر نتيجه للبروليفريشن بتاعت السيلز ونتيجه للانفلاماتوري انفلتريت. كمان بلاقي كريسنت فورميشن، والكريسنت ده بيبقى في الاول سيلولر وبعد كده واحده واحده بيتحول لسكليروزنج وبيعمل كومبليت سكليروزنج للجلوميرولاي. كمان ممكن الاقي نيكروزس والاقي رابشر للبيزمنت ممبرين والاقي رابشر للباومنز كبسول. الانترستيشيوم هلاقي فيها اديما وانفلاميشن، التبيولز هلاقي فيها كاستس زي بالظبط الرابيدلي بروجريسيف جلوميرونيفرايتس. بالاميونوفلوريسنس بلاقي كاركترستيك لينير ديبوزيت اوف اي جي جي along البيزمنت ممبرين. بالاي ام بشوف الكريسنت، بشوف الديسربشن بتاع الجلومير بيزمنت ممبرين، وبشوف السيلولار انفلتريشن. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الجود باستر سندروم؟ زيه زي الاكيوت ديفيوز جلوميرونيفرايتس وبيبقى بروجريسيف وبيبقى فيتال. بلاقي الرينال فانكشن بجلومير فلتريشن ريت بيقل والرينال فانكشن بتبقى ابنورمال وبسرعه بيحصل بروجريشن وبيبقى فيتال، لانه كمان غير الجلوميرونيفرايتس بيبقى فيه بالمونري هيموريدج. طيب هو فيتال ليه؟ فيتال لكذا سبب، بيحصل رينال فيلير، بيحصل بالمونري هايبرتنشن، بيحصل هايبرتنشن بيؤدي للهارت فيلير وسيربرال هيموريدج، وكمان بيحصل ديستربنس في البوتاسيوم فيؤدي الى الهارت فيلير. ايه ليه ديستربنس اوف بوتاسيوم؟ لما الرينال هي المسؤوله عن التخلص من البوتاسيوم، فلما بيحصل ان الرينال فانكشن بتقل والجلومير فلتريشن ريت بيقل فالبوتاسيوم بيزيد في الدم فده بيؤدي للهارت فيلير فبيبقى فيتال. في ديزيز تاني اسمه ممبرين بروليفيراتيف جلوميرونيفرايتس، ده بيبقى في 3 انواع تايب 1 و 2 و 3. الكوز بتاعه بيبقى برايمري وسكندري، وممكن بيجي بنيفروتيك سيندروم او نيفريتيك سيندروم، بيجي كده او كده على حسب التايب بتاعه. الديزيز اللي بعد كده IgA نيفروباثي او بسميه بيرجرز ديزيز. IgA نيفروباثي is characterized by predominant IgA deposition in the glomerular mesangi. هنا من اسمه هو IgA نيفروباثي، يبقى الانتي بادي بتاعي نوعه IgA وبيحصل له deposition فين؟ في الميسانجي. IgA نيفروباثي one of the commonest cause of glomerulonephritis in the world، وبيجي دايما للchildren والyoung adult. هو اول واحد شخصه اسمه بيرجر، علشان كده اسمه بيرجر ديزيز. الباثوجينيسيس بتاعته بيبقى فيه يا اما جيناتيك يا اما acquired abnormalities of immune regulation. ايه اللي بيحصل؟ الاي جي اي بيزيد قوي في السيرم. ليه؟ يا اما جينيتك يا اما اكواير ابنورمالتيز. طيب لما بيزيد الاي جي اي في السيرم بيحصل له انترابت للميسانجيوم، بيفضل ماشي في السيركيوليشن ويروح للميسانجيوم، وبعد ما يروح للميسانجيوم بيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت باث واي ويبتدي يحصل الانجري بتاعه. ادي صوره للاي جي اي نيفروباثي، زي ما احنا شايفين الليجن كله في الميسانجيوم اللي هو بين الكابيلرز، شايفين في ميسانجيال اكسبانشن يعني بقى ظاهر قوي وبقى باين قوي، وكمان في بروليفريشن للميسانجيال سيلز، شايفين السيلولاريتي زادت بتوين الكابيلاري لوب، يبقى الميسانجيوم حصل وايندنج والميسانجيال سيلز حصل لها هايبر سيلولاريتي وبروليفريشن. طيب بالال ام هنشوف ايه؟ احنا لسه قايلين الجلوميرولاي بتبقى مور اور ليس نورمال، بنشوف ميسانجيال وايندنج وفي بروليفريشن. ممكن الاقي فوكال سيجمنتال بروليفريشن كده، ما بشوفش كريسنت از ريل.
الاميون فلوريسنس طبعا بلاقي ميسنجر اي جي اي ديبوزيت، وده كاركترستيك. اول ما بعمل ديتكشن للاي جي اي في الميسنجر على طول بشخص ان ده اي جي اي نيفروباثي. الفيت بتاعه ايه او البروجنوز بتاعه ايه؟ من 30 to 50% progress to renal failure. بالنسبه بقى للكرونيك جلوميرونيفرايتس، احنا كل اللي فات ده كان الاكيوت جلوميرونيفرايتس. ناخد بقى الكرونيك جلوميرونيفرايتس، وهي الاند ستيج اوف جلوميرونيفرايتس. اي اكيوت جلوميرونيفرايتس لو ما اتعالجتش في الاخر خالص بتتحول ل كرونيك جلوميرونيفرايتس او اند ستيج جلوميرونيفرايتس. دي مقارنة مهمة قوي بين الأكيوت جلوميرونيفرايتس وكرونيك جلوميرونيفرايتس. الجروس بيبقى شكله عامل ازاي في الأكيوت، والكرونيك بيبقى شكله عامل ازاي. الأكيوت احنا قلنا البوث كيدنيز انلارجد، لكن في الكرونيك الكيدنيز ار سيميتريكالي يونيفورم ريديوسد ان سايز. يعني ايه؟ يعني بتقل في الحجم. طب سبب انها بتقل في الحجم ده ايه؟ الفايبروزيس، بيحصل فايبروزيس وبيحصل سكليروزيس فبيؤدي انها بتقل في الحجم. طيب الكبسول في الجلوميرونيفرايتس بيبقى تنس وايزلي ستريبت، لكن الكرونيك جلوميرونيفرايتس بيبقى الاوتر سيرفيس جرانيولار. ليه جرانيولار؟ لان حته فيها فايبروزس بتشد على الاوتر سيرفيس، لو حته طالعه وحته نازله فبتبقى جرانيولار. والكبسول بيبقى فيرملي ادهرنت طبعا نتيجه للفايبروزس. بالنسبه للكات سيكشن في الاكيوت بيل كورتكس كونجستد جلوميرولاي، في الكرونيك الكورتكس بتبقى صغيرة thinned out، والميدالري بيراميدز بتبقى shrunked، وما بيبقاش فيه demarcation between الكورتكس والمدلة. في الأكيوت جلوميرونيفرايتس بتقل شوية differentiation between الكورتكس والمدلة، لكن في الكرونيك جلوميرونيفرايتس ما بتبانش خالص loss of demarcation between الكورتكس والمدلة. بلاقي ان الكورتكس قلت حجمها قل وما بيبقاش فيه demarcation between cortex ومدلة خالص. بالنسبة بقى اللايت مايكروسكوب بتاع جلوميرونيفرايتس الكرونيك جلوميرونيفرايتس، هلاقي الجلوميرولاي شكلها بقت عاملة ازاي؟ بقت سكليروزد وهايلنوزد، وممكن حبة يفضلوا نورمال ويورونا الاوريجينال ديزيز كان شكله عامل ازاي، لكن الغالبية تبقى سكليروزد وهايلنوزد. التبيولز بيبقى فيها كاست، وبيبقى بروتينيشيوس كوست او هايلاين كوست، وبتحصل فيها اتروفي، لان زي ما قلنا السكليروزنج اللي بيحصل في الجلوميرولاي بيؤدي ان التبيولز يحصل فيها اتروفي، والانترستيشيوم بيحصل فيه فايبروزس، وبيبقى فيه كرونيك انفلاماتوري انفلترت. البلاد فيزلز بتبقى ثيكند لان بيبقى فيه سكليروزنج فبيبقى ثيك وول ونارو لومن زي اي حاجه في الكرونيك انفلاميشن. ادي صوره للكرونيك جلوميرونيفرايتس. زي ما احنا شايفين الجلوميرولاي في واحده هنا سكليروزد خالص اهي، في اتنين سكليروزد خالص، تمام، بقوا عاملين حاجه كده بينك ستراكشرليس. في واحده اتروفايد فوق خالص على اليمين، بقى الجلوميرولاي طفت صغير قوي وابتدى يحصل فايبروزيس بالجلوميرولاي لو انتوا شايفينه واخدين بالكم منه. الانترستيشيوم شايفين فيه كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت، والتبيولز في بعضهم في اتروفي. هقارن بين الاكيوت جلوميرونيفرايتس والكرونيك جلوميرونيفرايتس على مستوى بقى اللايت مايكروسكوب. في الاكيوت جلوميرونيفرايتس الجلوميرولاي بتبقى ديفيوز ويونيفورم وهايبر سيلولار، والهايبر سيلولاريتي دي قلنا نتيجه الاندوثيليال الميسانجيال بروليفريشن الانفلاماتوري انفلتريشن. لكن الجلوميرولاي في الكرونيك بتبقى سكليروزد وهايلنوزد، ومنهم حبه ممكن يبقوا شوينج لسه ما حصلهمش السكليروزنج بيعرفوني الاوريجينال ديزيز شكله عامل ازاي. التبيولز في الاكيوت بتبقى فيها كلاودي سويلنج، وبتبقى فيها ريد سيل كاست وجرانيولار وهايلاين كاست. التبيولز بيبقى فيها في الكرونيك كاستس هايلاين واتروفي. الانترستيشيوم في الاكيوت بيبقى فيه انترستيشيال ايديما وانفلاميشن، لكن في الكرونيك بيبقى فيه فايبروزيس وكرونيك انفلاماتوري انفلتريد، والبلاد فيزلز بتبقى ثيكند. الكلينيكال بيكتشر بقى بتاعت الكرونيك
كيدني ديزيز او كرونيك جلوميرولونيفرايتس في الاول خالص بيبقى فيه بوليوريا. ليه؟ ما بيبقاش فيه ابزوربشن للتبيولز، التبيولز ما بتبقاش قادره تعمل ابزوربشن لليورين او تعمل كونسنتريشن لليورين، فبيبقى فيه بوليوريا. حبه بحبه بتتحول لاوليجوريا، يعني بيبقى فيه ديكريز في الفوليوم بتاع اليورين. طيب ده ايرلي بيبقى فيه بوليوريا وبيبقى فيه مايلد بروتينوريا وبيبقى فيه هايلاين وجرانيولار كوست. ليت بقى بيبقى فيه اوليجوريا ويوريميا، بيبقى فيه انيميا. ليه الانيميا؟ علشان مفيش اريثروبويتين، بيقل الاريثروبويتين اللي هي الهرمونال فانكشن بتاعت الكدني، انيميا. وفي بيبقى فيه هايبرتنشن، واحده واحده بتبروجريس تو رينال فيلير. وبكده نكون خلصنا محاضرات الجلوميرولار ديزيزز. جود لك اند ثانك يو.